السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الرابع على بداية في شرح lesson 4 and 5 from unit 5 الدرس الرابع والخامس يا حضرات من الوحدة الخامسة هنبدأ هنا بالكلمات عندي weather 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 attacks weather weather good points good points نقاط جيدة bring bring يحضر everybody 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 كل شخص أو الجميع exercise exercise تمرين easy سهل easy easy cleaners cleaners عمال النظافه هنا كمان عندي report 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 تقرير bad points bad points bad points نقاط سيئه عكسها good points نقاط جيده mail bag mail bag حقيبه ساعة البريد outside outside بالخارج great great جريت عظيم connect connect يتصل yeah, بلاش connect يا yeah, connect garbage garbage قمامه garbage on the one hand on the one hand on the one hand على من ناحيه on the other hand من ناحيه اخرى get a lot of exercise يحصل على كثير من التمارين get a mail get a يتلقى رسالة start work start work يبدأ العمل wake up early wake up early يستيقظ مبكرا speak to يتحدث إلى speak to pros pros اللي هي good things اللي هي المزايا cons cons العيوب اللي هي bad things so that so that لذلك أو لكاي سوزات عفواً سو بس وبس لذلك عندي هنا حضرات أميل كاريويرز جوب وظيفة ساعي البريد. My name is شريفة اسم شريفة. In class في الفصل this week هذا الأسبوع we are talking about the good and bad things about different jobs. بنتكلم على النقاط الجيدة والنقاط السيئة للوظائف المختلفة. My aunt is a mail carrier عمتي ساعية البريد in أمريكا في أمريكا. I talked to her about her job. تكلمت معاها عن وظيفتها. And she told me some of the pros and cons. وهي قالت لي بعض المزايا والعيوب لوظيفة ساعة البريد. Pros المزايا and cons of being a mail carrier. مزايا وعيوب ساعة البريد. What is it like to be a mail carrier? Okay, there are some good and bad points about the job. في نقاط سئية ونقاط جيدة عن الوظيفة. On the one hand, من ناحية, mail carriers are outside all day. سعى البريد بيكون برة طوال اليوم. This is great. when the weather is good لما الطقس يكون جيد but it's not fun when the weather is very hot ولكن حاجة مش حلوة لما الجو يكون حر mail carriers walk all day ساعة البريد بيمشي اليوم كله and they get lot of exercise وبيحصل على تمارين كتير everybody likes getting mail كل واحد بتحب يجيله بريد الكتروني so everyone likes meeting the mail carrier عشان كده كل واحد بيحب يقابل ساعة البريد On the other hand على الجانب الآخر there are also some bad things في أشياء سيئة to think about being a mail carrier is not an easy job إنها تكون ساعي بريد مش وظيفة سهلة the mail bag is very heavy حقيبة ساعي البريد ثقيلة another bad thing is that they wake up very early حاجة تاني هم بيصحون بكرين جدا My aunt starts work at 6 o'clock in the morning. أمي بتبدأ عمتي بتبدأ العمل الساعة 6 الصبح. هنا هو ملخص المزايا والعيوب بتاعة ساعة البريد. تعالى بقى عندي workers who made our school. العمال اللي عملوا مدرستي. The plumber connects the pipes so that we have water. السباك وصل المواسير عشان كده عندنا مية. the electricians الكهربائية the connect electricity وصلوا الكهرباء so that we can use lights عشان كده بنستخدم الاضواء the cleaners عمال النظافه keep the school clean بتخلي المدرسه نظيفه the bus drivers سائق الاوتوبيس bring the children to school بيحضروا الطلاب الى المدرسه The garbage collectors ساع البريد take away our garbage بياخد بتاعتنا القمامة بتاعتنا The mechanics الميكانيكية fix the cars and buses that bring the children to school الميكانيكية بيصلحوا العربيات والأتوبيسات اللي بتجيب الأطفال للمدرسة أوكي okay. هنا عندي أنشطة على lesson 4 and 5 سؤال أول حضرات read and match ميل carriers ار ساعة البريد ار اوتسايد اول دي بالخارج طوال اليوم يبقى نمبر 1 خالد لتر بي ذا كلينرز عامل النظافة تيك اواي اور جاربش بيبعد القمامة بين هنا لتر دي ذا جاربش الساعي ساعي هنا جميع القمامة بيعملوا ايه؟ keep the school clean بيخلي المدرسة نظيفة بين لتر سي The mechanics الميكانيكية fixes بيصلحوا the cars and the buses يبقى هنا letter A سؤال تاني choose the correct words The mail bag is always heavy حقيبة الساعة البريد ثقيلة Mail carriers wake up very early ساعة البريد بيستيقظ مبكرا The connects electricity بيوصل الكهرباء so that لكي like او عشان كده we can use light this بنقدر نستخدم الاضواء يبقى ده من هو الالكتريشن برافو عليك نمبر 4 the keeps the school clean بيخلي المدرسه نظيفه ده من هو cleaners cleaners excellent نمبر 5 bring that children to school بيحضر الطلاب للمدرسة ده طبعا الباسز الاوتوبيسات السؤال الثالث Read the following text and answer the question. There are many workers who work at the school. في كثير من الطلبه او من العمال اللي بيعملوا في المدرسه. The plumbers, the back connect the pipes بيوصل المواسير. So that like عشان كده we have water عندنا ميه. The electrician, الكهربائي connect the electricity بيوصل الكهرباء. So that we can use lights عشان كده بنستخدم الاضواء ال أضواء او المصابيح ذا كلينرز كيب ذا سكول كلين عامل النظافه بيحافظ على نظافه المدرسه ذا باس درايفر برينج ذا تشيلدرن تو سكول سائق الاوتوبيس بيحضر الطلاب للمدرسه ذا جاربج كولكتور جامع القمامه تيك اواي اور جاربج بياخد القمامه ذا ميكانيكس الميكانيكي فيكس ذا كارز بيصلح السيارات اند باسز والاتوبيسات ذات برينج ذا تشيلدرن تو سكول اللي الطلاب للمدرسة. Choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. The mechanics الميكانيكي بيعمل إيه؟ Fix the cars بيصلح السيارة. The mechanics ولا the garbage collector ولا cleaners take away our garbage. بيبعد القمامة أو يخرج القمامة طبعا ده ال garbage collector جميع القمامة. Answer the following question. What do the electrician do؟ الكهرباء بيعمل إيه؟ نرجع للنص الكهرباء بيوصل الكهرباء أهو oh. The electrician connect electricity so that we can use lights بقى دي إجابة السؤال التالت أهو oh. السؤال الرابع What do the cleaners do؟ عمال النظافة بيعملوا إيه؟ تعالي هنا في النص نشوف مع بعض The cleaners keep the school clean The cleaners keep the school clean. دي إجابة السؤال الرابع. نرجع مع بعض. Reorder the words to make correct sentences. قعد ترتيب الكلمات لعمل جمل صحيحة. سؤال أول Who helps you have water? Who helps مين بيساعدك؟ You بيساعدك أنت have water. ان يكون عندك ماء و helps you have water السؤال الثاني the garbage collector the garbage collector جامع القمامة take away بيخرج او يبعد أو. our garbage قمامتنا السؤال التالي The cleaners keep the school clean The Cleaners عمال النظافة Keep The School Clean نكمل مع بعض حضرات هنا هنكتب باراجراف موضوع عن The pros and cons of being a teacher مزايا وعيوب انك تكون معلم أوكي؟

on one hand من ناحية on one hand a teacher job وظيفة المعلم is interesting شيقة okay on other hand من ناحية أخرى you have to be patient يجب أن تكون صبور okay you have, you have to get up early يجب أن تستيقظ مبكرا okay كده خلصنا الموضوع تعال بقى نخش على امتحان على الوحدة الخمسة مع بعض من كتاب الباهر يا حضرات صفحة 170 السؤال الاستماع هنستمع مع بعض The plumber connect The plumbers connect the pipes so that we have water The electrician connect the electricity so that we can use lights The cleaner keeps the school clean The bus driver brings the children to school السؤال الأول The cleaners keep the school dirty. طبعا هنا false. The plumbers connect the pipes through. The electrician connect electricity through. The bus driver keeps the school clean. طبعا هنا false. السؤال الثاني choose the correct words. A fixes cars and buses. بيصلح الأوتوبيسات والعربيات. يبقى ده مين؟ ميكانيك برافو عليك نمبر 2 ميل كاريرز ويك اب فيري ساعة البريد بي سايك از فيري اكسلنت ايرلي نمبر 3 از ماي براذر از ماي براذر مفرد يبقى ذات تمام نمبر 4 زوز The plumber's tools زوس زوس طبعاً ده جامع يبقى زوس ار. Read and complete the text with words from the box And the dangerous خطير shock shock صدمة fire nor wet مبتل Never touch anything electrical with wet hands ما تلمس حاجة وإيدك مبتلة The electricity is very dangerous الكهرباء خطيرة جداً You can get an electric shock ممكن يجيلك صدمة or start a fire أو تسبب حريق سؤال الرابع read and match These are هؤلاء the plumber's tools أدوات السباك يبقى number one خلط letter C Who fixes cars and buses مين اللي بيصلح الأتوبيسات والسيارات برافو عليك a mechanic in a number letter D This is our new school. Letter A. Do you save electricity? Yes, I do. Number letter B. سؤال الخامس read the following text and answer the question. اقرا النص وجاوب على الاسئله هنقرا النص ولكن مش هنترجم عشان ترجمنا فوق اوكي okay. Are you ready? There are some good and bad points to be a mail carrier. On the one hand, mail carriers are outside all day. This is great when the weather is good, but it's not fun when the weather is very hot or cold. On the other hand, there are also bad things to think about. Being a mail carrier is not an easy job. the mail bag is very heavy. Another bad thing is that they wake up early. They start work at 6 o'clock in the morning. So the mail carriers are outside. بالخارج طوال اليوم. The mail bag is very heavy. حقيبة البريد ثقيلة. السؤال الأول summarize لخص النص في جملة واحدة إيه هي؟, هي. أهو ناخد أول جملة There are some good and bad points to be a mail carrier دي أهم جملة هو كده لخصت النص كله سؤال تاني When do mail carriers start work؟ إمتى ساعة البريد بيبدأ العمل؟ طبعا at 6 o'clock at 6 o'clock هي حضرات الساعة 6 نخش على سؤال Reorder the words اعد ترتيب الكلمات لعمل جملة صحيحة That's the Uh, that's the screwdriver, the electrician's screwdriver, that's the electrician's, في apostrophe S بتاع الملكية, بسيسيف S screwdriver, يعني ده مفك الكهربائي, number two. The garbage collector جامع القمامة The garbage collector جامع القمامة takes away بيبعد takes away the garbage يبعد ايه ال garbage القمامة number three how can how fast can electricity travel how fast can electricity travel يعني كم سرعة ممكن تسافر بيها أو تنتقل بيها الكهرباء السؤال اللي بعد كده هنعمل موضوع عن a bus driver a bus driver سايق الأوتوبيس نقول مثلا يا حضرات my father أبي is a bus driver سائق اوتوبيس okay there are يوجد some bad plus المزايا and cons والعيوب of a bus driver job a bus driver job لوظيفة سائق الاتوبيس okay he on one hand من ناحية on هنا on one hand من he gets up he gets up early بيستيقظ مبكرا he works hard بيعمل بجد on the other hand من ناحية اخرى هي visits أو he goes a lot of places he goes to a lot of places بيروح كاسيم الاماكن he helps people. بيساعد people, الناس. حضرات نكون خلصنا معاك يونت 5 الوحدة الخامسة. بقى لنا يونت 6 الوحدة الستة إن شاء الله قريباً هنشرحها وبكده حضرات نكون وصلنا معاكم لنهاية درس النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.